وصل الكونغرس إلى اتفاق نهائي يعيد الحصانة السيادية للسودان والتي أسقطت عنه في عام 1993، وذلك إثر إدراجه في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. بعد خلافات استمرت أشهرا عدة، الكونغرس يتوصل إلى اتفاق نهائي يعيد الحصانة السيادية إلى السودان. وبمجرد توقيع الرئيس الأمريكي لمشروع القانون، سيتم الإفراج عن أموال التعويضات والتي تعهد بها السودان لضحايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا والهجوم على المدمرة USS كول والتي وصلت إلى 335 مليون دولار. القانون والذي شهد جدلا طويلا قبل إقراره يتضمن بنودا عدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان وتسوية التعويضات في القضايا التي يتهم فيها السودان. نتابع. يهدف قانون الحصانة السيادية الذي أقره الكونغرس ضمن مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي والتمويل الفيدرالي إلى إعادة الحصانة السيادية إلى الخرطوم بعد أن كانت سقطت عام 1993 حين تم تصنيفها على قوائم الدول الراعية للإرهاب. وبعد خلافات شهدها مشروع القانون، جرى استثناء قضايا المحاكم التي رفعها ضحايا وذو ضحايا هجمات 11 سبتمبر من الحصانة. وينص القانون على دفع السودان مبالغ مالية لتسوية قضايا التعويضات المقامة ضده في تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا بقيمة 335 مليون دولار. وينص القانون كذلك على تأمين 150 مليون دولار للعشرات من ضحايا تفجيرات السفارات وعائلتهم للتعويض عليهم بنسبة أكبر من تلك التي تعهدت بها الإدارة الأمريكية والسودان. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم عبر الأقمار الصناعية السيد حاتم إلياس القيادي في قوى الحرية والتغيير. أهلا بك معنا في ألوان الشرق لليوم وعلى شاشة الشرق. إذن إعادة الحصانة السيادية للسودان في الولايات المتحدة، لنتحدث عن أهمية هذه الخطوة بالنسبة للسودان الآن. شكرا. أهمية هذه النقطة هي في أن يعني حررت السودان من أعباء كثيرة. يعني هذا القرار وإن بدأ شكله قانوني وتشريعي، لكن خلص السودان من عبء طويل جدا، أعباء سياسية تعلقت بالحصار المفروض على السودان، بتحديد الاقتصاد السوداني وتحجيمه وحصاره. لذا فالجانب السياسي، الجانب الأعباء السياسية لهذا القرار والمتعلق بعلاقات السودان الخارجية مع أمريكا، تم طي هذا الملف وانتهينا منه بشكل نهائي، وسوف نبدأ مرحلة جديدة في التعامل مع الولايات المتحدة والعالم. لكن فيما يتعلق بالجانب الآخر والمتعلق باستثناء ضحايا 11 سبتمبر، وهي قضية تنظر أمام المحاكم الأمريكية، ولكأنما انتهينا من عبء سياسي وانتقلنا إلى عبء قانوني، بمعنى أنها دعوة ترفع أمام المحاكم وتحتاج إلى هذا ما كنت سأسأل عنه فيما يتعلق بالحادي عشر من سبتمبر، هذه القضايا المتعلقة بالحادي عشر من سبتمبر، هل السودان جاهز الآن للمثول أمام المحاكم الأمريكية للدفاع عن موقفها؟ السودان جاهز، الحكومة السودانية جاهزة للدفاع عن موقفها. المختلف في هذه المرة بعد الثورة السودانية وبعد هذه الحكومة التي تحكم الحكومة المدنية، حكومة السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أن تعامل الحكومة السابقة مع هذه القضايا التي كانت ترفع في المحاكم الأمريكية كان يتم بشكل كبير من الغفلة وعدم الاهتمام ونوع من التعالي البغيض، لكأنما تلك الحكومة لم تكن تهتم بالنتائج المترتبة على هذه المحاكم، للدرجة التي أنه حينما يتم إعلان الحكومة لإجراء القضائي العادي وهو إعلان الحكومة السودانية عبر سفارتها في واشنطن، لم تكن تهتم الحكومة السودانية لا بتجهيز محامين لا بتجهيز دفوع قانونية، وكانت تدير الأمر بطريقة سياسية فيها قدر كبير من الحماقة وقدر كبير من الغرور. كانت نتائج ذلك الغرور وكانت نتائج ذلك الحماقة
أن رتبت على السودان أعباء كبيرة ورتبت على السودان خسائر كبيرة. لكن هذه المرة سيدتي سيجهز السودان قدراته القانونية، وسيجهز السودان دفوعه، وسيجهز السودان كل ما يحتاجه تحتاجه هذه المحاكمة. ماذا عن الوضع الاقتصادي؟ الاستثمارات الأجنبية. نعم أنا أحاول فقط الاستفادة من الوقت. الاستثمارات الأجنبية والعودة إلى الاقتصاد العالمي، إلى أي مدى ممكن الآن أن تحدث هذه الخطوة خلال الفترة الانتقالية إلى أن ينفذ القانون؟ السودان موعود، حتى الولايات المتحدة الأمريكية لو نظرت إلى تسارع الإجراءات التي تمت في إدارة ترامب لم تكن معنية أكثر بالمواضيع ذات الطابع السياسي، وإنما كان وجهتها اقتصادية. أعتقد أن السودان موعود، اقتصاد السودان موعود بانتعاش كبير جدا، وهو لديه الإمكانيات الزاخرة والكبيرة التي تعيد إدماجه. السودان كان هل ممكن أن نشهدها في الفترة الانتقالية؟ هنا السؤال، ممكن أن نشهدها في الفترة الانتقالية؟ قريبا جدا، قريبا جدا، قريبا جدا، وأنا لا أتحدث بشكل حالم ولا بشكل توقعات فوق المعقول، وإنما في هذه الفترة الانتقالية سيشهد السودان تحولات كبيرة اقتصادية، تحولات مؤثرة، وربما عاد السودان مرة أخرى لموضع عالمي أو إقليمي تحديدا، وفي أفريقيا موضع مؤثر جدا. نعم. وهو أمر يخص التحولات العميقة أيضا في الاقتصاد العالمي، خصوصا بعد التداعيات التي نشهدها الآن بسبب فيروس كورونا وما سببه من أضرار كبيرة على الاقتصاد العالمي. أشكرك جزيل الشكر السيد حاتم إلياس، كنت معنا القيادي في قوى الحرية والتغيير، شكرا جزيلا لك. الانتشار السريع للوباء وتباطؤ الانتعاش الاقتصادي دفع المشرعين الأمريكيين لإقرار ثاني أكبر حزمة مساعدات في تاريخ البلاد، أيضا ستوزع على الأفراد وعلى الشركات وقطاعات أخرى. بعد أشهر من المفاوضات، أعضاء الكونغرس الأمريكي يتوصلون إلى اتفاق على حزمة مساعدات بقيمة 892 مليار دولار. تهدف هذه الحزمة لدعم الاقتصاد والأفراد المتضررين من جائحة كورونا، وتعتبر ثاني أكبر حزمة تحفيز اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة بعد مساعدات بلغت 2.3 تريليون دولار أقرها الكونغرس في مارس الماضي. حزمة مساعدات جديدة أقرها الكونغرس الأمريكي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا قيمتها 900 مليار دولار، بعد أولى هي الأكبر في مارس الماضي بقيمة تجاوزت تريليوني دولار. تشمل الحزمة مدفوعات مباشرة على شكل شيكات للأفراد بقيمة 600 دولار للشخص الواحد و300 دولار إسبوعياً كإعانات بطالة. بموجب القرار سيتم تخصيص 1.4 تريليون دولار لتمويل برامج الحكومة حتى سبتمبر 2021، كما يخصص ما يقرب من 280 مليار دولار لبرنامج حماية شيك الراتب، وهو الجزء الأكبر من 325 مليار دولار التي تخصصها الإعانة للشركات الصغيرة. توفر الإعانة مبلغاً يتجاوز 15 مليار دولار لدعم كشوف رواتب شركات الطيران، ومن المقرر أن تحصل المدارس على 82 مليار دولار بموجب الاتفاقية و10 مليارات لرعاية الأطفال، كما تتضمن الموافقة على 13 مليار دولار لقسائم الطعام ومزايا تغذية الأطفال. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من واشنطن مراسلة الشرق هبة نصر. أهلا بك هبة معنا في ألوان الشرق لليوم. هبة، كما ذكر في التقرير هذه ثاني أكبر حزمة، بداية اقتصاديا ماذا تعني؟ اقتصاديا أولا ستريح الأمريكيين في موسم الأعياد، ستقدم فائدة كبيرة لفريق بايدن الذي يفترض أن يستلم البيت الأبيض في العشرين من يناير، بحيث لن يكون أمامه تحد بإيجاد حل للأزمة، حل سريع وسط يعني المعاناة التي تعيشها الولايات المتحدة في ظل استمرار ارتفاع أعداد يعني البطالة في الولايات المتحدة والتي تخطت 20 مليون شخص، وفي ظل أيضا ارتفاع أعداد الإصابات والتي تخطت أمس 18 مليون إصابة هنا في الولايات المتحدة. هذا ما تعني بالتفاصيل كما ذكرتم في التقرير. بالطبع هناك
شيكات لكل مواطن أمريكي ستصل إليه قبل الأعياد حسب ما علمنا. هناك بدءا من 27 من ديسمبر ستستمر إعانات البطالة الأسبوعية بمبلغ أقل تقريبا، بمبلغ أقل مؤكد من الحزم السابقة، $300، بينما سيكون الشيك $600. بالطبع السياسة دخلت في هذا الموضوع، كان هناك مفاوضات وكان هناك أيضا تنازلات من قبل الحزبين، كان هناك خلاف حول صلاحيات الاحتياطي الفيدرالي، حيث كان الجمهوريون يتهمون الديمقراطيين بأنهم يريدون تمويل حكومات الولايات، وهو أيضا ما يراه الرئيس الأمريكي. أيضا في ظل التسييس الذي شهد مرحلة المفاوضات، كانت هناك محاولة أو ليست محاولة، يعني على الأقل كلام للإعلام أن الرئيس الأمريكي حاول رفع الشيكات إلى مبلغ $2000، لكنه هو أمر غير منطقي. نعم، حزمة التحفيز الحالية هل هي كافية هبة بالنسبة للداخل الأمريكي بحسب ما تتابعين على الأرض والظروف التي ذكرتيها كاملة؟ هي الآن حزمة إنقاذية، لكن كما تعلمين يعني نحن أمام وباء لا نعرف إلى أين تتجه الأمور فيه وكيف سيتم التعامل معه. هل ستتصاعد هذه الأزمة؟ إلى متى سيستمر؟ هل سنشهد إغلاقات جديدة؟ كيف سيتطور الأمر؟ بالطبع هناك مؤشرات إيجابية، هي وجود لقاحين، لقاح فايزر ولقاح موديرنا. واليوم كان هناك رسالة من قبل تقريبا الإدارة الأمريكية عندما تلقى فاوتشي، أنتوني فاوتشي طبيب الأوبئة وأيضا العضو في وحدة كورونا، تلقى لقاح موديرنا اليوم وكان في ذلك رسالة. أنا أقول يعني لا يمكن التكهن ما إذا كانت ستكون كافية وما إذا كان سيحتاج الكونغرس والإدارة الجديدة، إدارة جو بايدن، إلى حزمة إنقاذية جديدة، لكن بالتأكيد أن الوضع الحالي يضع إدارة بايدن أو يضع التحدي الاقتصادي هو الأول في سلم أولويات الإدارة الجديدة قبل أي شيء آخر وقبل أي شيء سياسي. إذا ما تحدثنا عن سوق الأسهم سريعا، بالعادة يتحرك عندما تكون هنالك حزمة إنقاذ، لاحظنا مؤخرا أنه لم يتحرك شيئا في هذا السوق، هل هو بسبب الأوضاع الحالية أم لأن هنالك تخوف من سلالة كورونا المتحورة الجديدة التي قيل عنها؟ لماذا هنالك خمول في هذا السوق؟ لأن يعني أعتقد أن الأمر يعني التوصل إلى اتفاق كان مسألة وقت، وهو ليس مثلا كما حصل عندما أعلن أنه تم تبني أو المصادقة على لقاح كورونا وكل ذلك، وبالتالي أن الأمر المتوقع لا يحرك الأسواق بشكل كبير، لكن على الأقل أننا لم نشهد مثلا تراجعا في الأسواق خلال هذه الفترة، ثبوتا ربما. هذا يعني هذا باختصار يمكن القول، يمكن قراءتها بهذه الطريقة. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا هبة ناصر مراسلة الشرق، شكرا جزيلا لك.